مساء الخير عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نديرو طنجية على دماغ دو رياض، رياض أون غاتوا. في الطنجية سنحتاجو الملج، وتنحتاجو ثومة، وتنحتاجو الزعفران الحر، والحامض مصير او مرقد، السمن البلدي، الكمون، وكاس الماء. الوغ الطنجيه المفروض تطيب في سكون ابل الطنجيه، سي اون سورت دو جار، اون سورت دو كروش اون تير كويت ديال الطين، و تيدار فيها هاد لي زانغغيديون هادو. تتكون كثر بيان سور لان درت انا كميه صغيره، دونك داكشي علاش قللت الثومه. هما تيديروا الثومه مهرسه بحال هكا، مهرسه غيهرسوها ما غاديش يطحنوها، و تيديروا راس الثومه كامل، والحامض مصير تيديروا داك الحايل اللي تيكون ولا قهوي، هذاك تيديروا مثلا حامضه ونصف 3 كيلو ولا في 4 كيلو. انا باش ما تجيش حامضه بزاف نقصت منها البولب ديالها، خليت غير شويه. الوغ الكمون في الطنجيه الفغي الحره ما تيكونش مطحون، تيكون حبوب، ما يكونش مطحون بحال هكا، تيكون حبوب، و يحكوه حتى تيمشي منه بحال دوك الشويكات اللي تيكونوا فيه، ومن بعد تيديروه هكاك حبوب، ما تيديروهش مطحون. دونك انا غادي نقلل من الكميه لانهم مطحون رقيق، دونك غادي نسبوها ان شاء الله. بسم الله نديرو الحيمات هما الاولين، وغادي نديرو هاد الحامض والزعفران الحر. ماشي مهم لوردر باش كنديروا الحاجه، المهم هادشي كله يدار. الثومه ما عنديش باش نهرسها، غادي نقطعها على اربعه هكا. حقيقة هذه سي با لا فغي طنجيه، لا فغي طنجيه قلت لكم تطيب في الطين وتطيب عند الفرناتشي، سي تادير كوا الفرناتشي هو الفران ولا اللي تيسخن الحمام بالعواد، وهذوك العواد منين تيوليو غير دي بحال لا سوندغ فيها دي بغيز، تما فين تطيب وتطيب 6 ولا 7 السوايع. دابا انا غادي نديرها في الكوكوط، وغادي ندير لها عافيه مهيله، نطيبها غير على جوج ونخليها طيب مثلا 3 اور. غادي ندير الكمون، دونك حيت مجهد بما انهم طحون غادي ندير غير نص معلقه بوغ هاد الكميه هادي اللي عندي ديال اللحم، باش ما يجيش مجهد عاوتاني ويا مرار شويه. وغادي ندير السمن معلقه كبيره، هذا هو لو سول سي لو سول غرا اللي فيها بلوس بيان سور لو غرا ديال اللحم. ما غنديرش الملحه، لاحظتوا ان ما كايناش الملحه لان السمن مالح والحامض مالح. فوالا الوغ ها هي ناشفه، يلا لو سول الزعفران اللي فيها هو الزعفران الحر، وغادي ندير هذا الكويس الماء وغنشعل عليها عافيه مهيله 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 بزاف، وتبقى طيب على خطرها خطر خطرها باش كتولي كدوب كدوب منين تطيب. دونك غادي ندير ان بوتي فو، فوالا غندير في 5 لو طون دي ليبولوسيون، غادي نهبط ل 2. دابا نشوفكم اون فوا طيب ان شاء الله.
وي نسيت ما قلت لكمش، هذه اللي تطيب في الكوكوت يقولوا لها الطنجيه المنصوبه، اما منيت تقول طنجيه توكور اللي قال الطنجيه العاديه هي اللي تطيب في الطين. هذه الناس اللي ما عندهمش ديك الفرصه انهم يمشيوا للفرناتشي ويمشيوا للفران او او للحمام، حيت كانوا كيديوها الناس حتى للحماحم، لان الحماحم ديال بكري ديال العواد كانوا تيديروها فيهم، تيديوها عند الفرناتشي ديال الحمام حتى هو تيديرها تيدفنها في تيدفنها في لي بغيز في داك الجمر، تيكون قليل ما بقاش سخون بزاف، وتيخليها 7 السوايع. بعض المرات كتبات ليله، غير هي هذيك الطنجيه ديال الطين تيديروا لها واحد الكاريت سبيسيال من الفوق، وتيربطوه بقنبه وتيلويوه من الجناب باش ما يبقاش خارج يتحرق، تيلويوه تيسميوها الرزه، تيلويوه يلويوه باش يبقى كيولي ما طايحش في العافيه، وتيخليو لها هذا تيدفنوها، وتيخليو داك الجهه اللي فيها البابي كتكون خارجه من فوق الرماد والجمر، ما تتكونش هي لداخل. يلاه القله كلها تتكون لداخل الا هذيك لابارتي اللي فيها الكاريت. مس الخير عليكم البنات والولاد، انا رجعت من بعد 4 السوايع في داك الكويس ديال الماء، وهي تطيب على 2 درجة، على 2 في السلم ديال من 1 ل 9. ها هي دي طابت نشفت، غادي نصبوها هنايا في الطار او الطبسيل. في الحقيقه تتصب واحد الطريقه ماشي حتى لتما، تقبضوا داك القله وتيقلبوها ودقه دي هكا، تيجيو بيان سور حتى تطيب بزاف، تيجيو العظومه ديالها مفروقين على اللحم. ما تتكون شي بريزونطابل هكا تيديروا لها. وهذه هي الطنجيه ديالنا، هي فيها تيديروا فيها هاد الملج، خاصو يكون ديال البلدي، ديال العجل البلدي، لان تيكونوا هاد العظيمات ديالو صغار ما تيكونوش كبار. وهذا سي لاموال، دونك هذا سي الحامض، ال سو سير كوم سا. دونك جو فو سويت ان بون ابيتي، جيسبر كو جي J'espère que j'ai répondu à ta demande comme il faut, Riyad. Mais je vous répète encore une fois que la vraie tangia, ça se fait dans la tangia. La tangia qui est une petite jarre de terre cuite. Et se fait dans les braises pendant longtemps. Donc ça, c'est tangia mansouba. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Fi amanillahi wa hifdihi.